السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. رمضان مبارك على جميع أعضاء الأسرة الجامعية. هذا الشرح سيكون موجه لطلبة السنة الأولى بقسم الرياضيات والإعلام الآلي، كلية العلوم والتكنولوجيا، جامعة أحمد رايا أدرا. العرض المقدم سيتمحور حول موضوع Pointers التي تندرج تحت مقياس Algorithms and Data Structures 2 فيما يخص حصة الأعمال التطبيقية. بالنسبة لتقديم حلول أعمال تطبيقية، سيعنى بها كل من طلبة الأفواج رقم 1، 2، 3 ورقم 5. العرض سيقدم من طرف الأستاذ دحو عبد الغاني. للتواصل والاطلاع على شروحات وحلول التمارين التطبيقية، يرجى زيارة الموقع أو التواصل مباشرة عبر الإيميل المبين على الشاشة. على بركة الله، نبدأ بتقديم محتوى العرض الذي ينقسم إلى: أولاً، شرح الفرق بين ستاك والهيب، وهي أقسام أو سيجمنتس تدخل ضمن نموذج تقسيم الذاكرة الخاص بلغة البرمجة، وتعنى بحجز مكان للمتغير في الذاكرة. ثانيا، ننتقل إلى تعريف البوينترز وكيفية استعماله مع أمثلة تطبيقية. ثالثا، شرح مفهوم Dynamic Memory Allocation مع تقديم أمثلة. وكمثال تطبيقي سنتطرق إلى Dynamic Memory Allocation for Arrays. بعد ذلك سنقوم بشرح تمارين الأعمال التطبيقية وكيفية تقديمها، حيث يختلف التقديم عن المرة السابقة، لذا يرجى من الطلبة التقيد بالشرح المقدم. ننتقل حالياً لأول نقطة، وهي الفرق بين ستاك والهيب. لغة البرمجة، نوع النظام، نوع الكومبايلر يحددان كيفية التعامل مع المتغيرات وأين يتم تخزينها في الذاكرة أو الميموري. النموذج المبين هنا يوضح كيفية تقسيم الذاكرة للغة البرمجة السي، أو ما يعرف بالميموري لايوت. في هذا الشرح سنركز فقط على قسمين أو two segments، وهما الستاك والهيب. ولمزيد من التفاصيل حول باقي أجزاء النموذج، يمكن للطلبة الاطلاع عليها من خلال تصفح المراجع في آخر العرض. في التمارين السابقة تعاملنا مع متغيرات من نوع integer, character, double, float, array. هذه المتغيرات يتم تخزينها في منطقة الستاك مع بداية تنفيذ البرنامج. وهذا كمثال فقط توضيحي عن الستاك، حيث أن الستاك منطقة أو سيجمنت في الموري تعنى بتخزين المتغيرات بصفة ثابتة ومرتبة، حيث يتم تعريفها أثناء مرحلة الديكلاريشن من داخل الفانكشن. في كل مرة يتم تعريف متغير جديد يحجز له مكان في الستاك. بعد الخروج من البرنامج أو الفانكشن يتم حذفه وتحرير مكان الذاكرة المحجوز ليستعمل من قبل برنامج آخر. في حين أن الهيب هو أيضا منطقة، لكن تعتبر حرة نوعا ما لحجز الأماكن في الذاكرة لتخزين المتغيرات بصفة عشوائية أو ديناميكية نوعا ما، ولكن يجب استعمال functions تعتبر predefined أو built-in functions خاصة، حيث سيتم التطرق لها في موضوع dynamic memory allocation وكيفية حجز أماكن في هذه المنطقة باستخدام functions معرفة من قبل. نأتي الآن لمعرفة أكثر حول الفروق بين الستاك والهيب. أولاً، كبداية، الأكسس سبيد في الستاك تكون سريعة، في حين أن عند حجز المتغير في الهيب تكون بطيئة. تكون بطيئة وذلك لأننا نستعمل البوينترز لكي يؤمن لنا أكسس أو ولوج لهذا المتغير أو لقيمة المتغير. في حين أن في الستاك، فإذا عرفنا متغير مثلا يكون تعريفه في هذا المكان، يمكننا الاطلاع على هذا المتغير مباشرة مع كتابة اسمه في function مثلا print f. في حين أن إذا تم حجزه في منطقة الهيب فيتم الوصول إليه إلا عن طريق pointers، لذا تكون هناك مرحلتين للوصول لهذا المتغير، فهي تبطئ من عملية الوصول إليه. space management بالنسبة للستاك، فالسي بي يو يقوم في معظم الأحيان بإدارة المساحة في هذه المنطقة، حيث يتبع نظام ليفو last in first out، بمعنى آخر متغير يتم تعريفه أو حجز مكان له في الذاكرة يكون هو أول واحد يستغنى عنه أو يحرر من الذاكرة أثناء الخروج من البرنامج أو الفانكشن. في حين بالنسبة للمنطقة الهيب، فمبرمج هو الذي يقوم بالحجز وإدارة space في هذه المنطقة، حيث أنه هو يقوم بعملية allocation أو حجز مكان المتغير و deallocation أو release لهذا المتغير من الذاكرة. فهنا ممكن تحصل مشكلة، وأنه
المبرمج ينسى تحرير الذاكرة بعد استعمال متغير ما، أو إذا كان حجم المتغير كبير جدا فينسى المبرمج تحرير مكان له في الذاكرة فيبقى يشغل مساحة، فممكن البرنامج بعد مدة استعمال متغيرات أو استعمال structures ذات حجم كبير لا تسع في الذاكرة بحكم أنه في متغيرات تم حجزها من قبل في الذاكرة ولم يتم تحريرها من قبل. لذا فهذه نقطة مهمة يجب التركيز عليها. بالنسبة للvariable scope، فمعظم الvariables المحجوزة في stack تبقى local، فنحن نعرف الفرق بين اللوكال والجلوبال فاريبل، حيث لا يمكن استخدامها في فانكشنز أخرى من داخل البرنامج. لكن بالنسبة للهيب، فيما يخص منطقة الهيب، فالفاريبلز المعرفة في منطقة الهيب تعتبر جلوبال، حيث يمكن الولوج إليها أو استخدامها في فانكشنز في مختلف الفانكشنز الموجودة في البرنامج. فيما يخص الميموري سايز، فبالنسبة للستاك تكون ليميتد بحسب الأوبريتنج سيستم، لكن بالنسبة للهيب فلا يوجد ليميتس في تعريف حجم المتغير. بالنسبة للنقطة الأخيرة والنقطة مهمة جدا، resizing variables، فبالنسبة للستاك it's not possible to resize the variable after launching or executing the program. نأخذ كمثال، إذا عرفنا array أو مصفوفة تأخذ 5 integers، فبعد عمل run للبرنامج لا يمكن تغيير حجم المصفوفة، لكن بالنسبة للهيب فهذا ممكن. فإذا كانت المصفوفة التي عرفناها بخمسة نريد إضافة مثلا 5 عناصر أخرى للمصفوفة، فيمكن فعل ذلك بكل سهولة في الهيب باستخدام مثل ما قلنا سابقا يوجد pre-defined functions كالfunction التي تسمى reallocate. ننتقل حاليا للمثال التالي، وهو مثال يقدم لمعرفة كيفية تمثيل المتغير في الذاكرة وحجز مكان له. الهدف من هذا المثال هو معرفة أين يتم حجز المتغير في الذاكرة وكيفية معرفة مكانه من خلال معرفة قيمة الميموري أدرس. كما رأينا في الدرس السابق بأن البوينتر يخزن الأدرس الخاصة بالمتغير الذي يشير له وليس قيمة المتغير، لذا معرفة كيفية التعامل مع الأدرس يفيد في فهم كيفية التعامل مع البوينتر. كمثال عندنا المين بلوك variable اسمها var1، حيث الفار 1 هي انتجر تأخذ قيمة 500. أولا يتم تعريف هذه الفاريابل وحجز مكان لها في الستاك. كما نعلم أن الفاريابل تأخذ 4 بايتس من الميموري إذا افترضنا أن كل سيجمنت أو كل بلوك من الستاك يعبر عن 1 بايت. ففي هذه الحالة الانتجر يأخذ space of 4 بايتس من الستاك، حيث أن الفاريبل قيمة الفاريبل 500 تخزن في كل هذه المنطقة، أكيد يتم كتابتها بالباينري كود. الستاك يحوي على addresses المبينة هنا، الaddresses تكون بقيمة الهيكساديسيمال، وسنتطرق في هذا المثال لكيفية عمل print أو معرفة الادرس الخاصة بالفاريبل، حيث يمكننا طباعة أو إخراج الأدرس بثلاث قيم مختلفة. أولاً unsigned integer وهو عدد طبيعي موجب، hexadecimal value والvoid pointer. نبدأ بتنفيذ المثال، نبدأ من المين. كأول مرحلة يتم تعريف الvar1 أو الvariable 1 في منطقة stack وحجز مكان له. طبيعة الحال الفار 1 تابعة للفانكشن main وهي عبارة عن integer. بعد ذلك إعطاء قيمة 500 للفاريابل 1 حيث تخزن في stack. نأتي حاليا لطباعة أو معرفة الأدرس الموجود فيها فاريابل 1 في stack. أولا نقوم بطباعة الفاليو للفاريابل 1 وهي عبارة عن 500. ثاني أمر نقوم بطباعة الأدرس الخاصة بالفاريابل 1 عن طريق استعمال الفويد بوينتر. كما نلاحظ هذا هو الإخراج الخاص بالقيمة الفويد بوينتر التي تعبر عن الأدرس للفاريابل 1 في الستاك. ثاني أمر نقوم بطباعة الأدرس باستخدام type unsigned integer هذه القيمة الخاصة بها، و
ثالثا نقوم بطباعتها بالتايب hexadecimal value عن طريق استخدام percentage x، ويتم طباعتها حيث أنها تمثل نفسها القيمة المطبوعة في البوينت بوينتر، لكن البوينت بوينتر يضيف هذه القيم قبل الأدرس value. كما نلاحظ في هذا المثال أن طباعة هذه القيم تكون باستخدام الرمز AND أو ما يسمى ب ampersand symbol. هذا السيمبول يتم استخدامه عند طباعة الأدرس الخاصة بأي variable كان في لغة السي. ننتقل حاليا لتعريف البوينتر variable. البوينتر يخزن أدرس المتغير ويشير إلى القيمة المخزنة في هذا العنوان كما سنرى في المثال القادم. هدف هذا المثال هو معرفة كيفية تعريف البوينتر وتمثيله في الذاكرة. كما نلاحظ هنا، أولا يمكن تعريف البوينتر في ستاك كما يمكن تعريفه في الهيب، لكن نأخذ أول مثال وهو تعريف البوينتر في ستاك. البوينتر يأخذ مساحة 4 بايتس مثله مثل الانتجر في ستاك في الأجهزة التي تعتمد على معمارية 32 بيت أو 32 بيتس، و 8 بايت في 64 بيتس. أيضا بما أن كل متغير يتم تعريفه في ستاك يخصص له أدرس، فإن أيضا للمتغير pointer أدرس في الذاكرة ويمكن الولوج إليها من خلال استعمال الـ ampersand أو الـ and symbol مثلما لاحظنا في المثال السابق. في هذا المثال نعرف المين بلوك. في هذا المثال والأمثلة القادمة سيتم كتابة اسم البوينتر ابتداء ب p underscore، بعد ذلك المتغير أو اسم المتغير الذي يشير إليه هذا البوينتر. كمثال لدينا انتجر i يأخذ القيمة 20 و double x يأخذ القيمة 1.3. تعريف المتغير يكون باستخدام symbol asterisk الذي هو يشير إلى تعريف المتغير، ويتم كتابته بالطريقة التالية type. التايب الذي يكون له علاقة بالتايب الخاص بالفاريابل التي يشير إليها هذا البوينتر. في هذه الحالة البوينتر يشير إلى الفاريابل i والتي هي من نوع integer، فلذا البوينتر يجب أن يأخذ نفس التايب الخاص بالفاريابل التي يشير إليها. استعمال السيمبول asterisk أو نجمة لتعريف أن هذه الفاريابل p underscore i عبارة عن بوينتر يشير إلى integer. كمثال ثاني التايب في هذه الحالة هو double، بعد استخدام سيمبول النجمة يتم تعريف اسم البوينتر في أندرسكور X. في هذه الحالة هذا البوينتر يشير إلى الفاريابل X. أيضا يوجد كتابتان في تعريف البوينتر، فإما يمكننا استخدام سيمبول النجمة مع التايب أو يمكننا كتابته مع الاسم كما في هذه الحالة. هنا تم استخدام التايب وحده integer، بعد ذلك النجمة لها علاقة باسم البوينتر، لكن في هذه الحالة يمكن تعريف variables أخرى من نوع integer كما هو الحال في هذه الفاريابل g. فهذه الفاريابل هنا تعبر عن integer وليس pointer، لذا من المستحسن استخدام هذا التعريف للpointer. في حين أيضا أنه يمكن تعريف اثنين أو أكثر من البوينترز في سطر واحد، حيث أن النجمة يجب أن تكون ملاصقة لاسم البوينتر ويبتدئ السطر بالتايب. ننتقل حاليا لشرح مثال تطبيقي عن كيفية تعريف البوينتر واستخدام. أولا يجب أن نفرق بين استخدام سيمبول النجمة أو الأستريك أوبيريتر في تعريف البوينتر وفي استخدام البوينتر. في هذه الحالة النجمة تعبر عن استخدام للبوينتر بعد تعريفه، فكتابة النجمة p underscore x هي استخدام للبوينتر p underscore x الذي يشير إلى الفاريابل x. في هذه الحالة هذه الكتابة تسمى ب dereference أو dereference operator. الdereference operator يرجع قيمة المتغير x، مثلا إذا كان x integer فيه القيمة 500
فهذه الكتابة باستخدام البوينتر ترجع قيمة الX، في حين أن استخدام الأمبرسانت كما رأينا في الأول مثال أنه الأند أو الأمبرسانت سيمبول يعنى بالأدرس، فهذه الكتابة تسمى بالريفرنس أوبيريتر. الريفرنس أوبيريتر إذا تم طباعتها حتى فيما يخص البوينتر فهي ترجع أدرس، لكن هنا باستخدام النجمة فهي ترجع قيمة ذلك العنصر أو في هذه الحالة قيمة X. نعرف في هذا المثال X Y of type double، كما نعرف pointer يشير إلى X من نوع أيضا double. كما قلنا سابقا الفرق بين هذه وهذه، هنا نستخدم النجمة في الديكلاريشن، بعد ذلك يمكن استخدام النجمة أيضا في العمليات داخل الفانكشن أو المين فانكشن بعد تعريف البوينتر. X يأخذ كقيمة 3.0، حيث أن هذه العملية في underscore X نعطيها الأدرس الخاصة بالX، كما قلنا سابقا أن هذا السيمبول يعنى بالأدرس، فنخزن الأدرس للX في البوينت. يجب فعله لإخبار البوينتر أنه يجب أن يؤشر على الأدرس الخاصة بالفاريابل X. حاليا نأتي للعملية، نقوم بهذه العملية حيث أن Y سيخزن النتيجة أسرق في underscore X، في هذه الحالة هذا البوينتر نأخذ منه استعمال النجمة قيمة الفاريابل X التي يشير إليها ونضيف له رقم 1، بعد ذلك نقوم بطباعة النتيجة Y. ننتقل حاليا لتنفيذ هذا المثال، حيث أنه في هذه الصورة يوجد خطأ، هنا يتم تغيير الـ X بالـ F لأن الـ X عبارة عن double. نبدأ بالتنفيذ من المين حيث نتابع هذا السهم الأحمر. عند بداية تنفيذ البرنامج يتم حجز أماكن للvariables الموجودة في المين الـ X Y في X في stack الـ X من نوع type double Y double والـ PX pointer. نبدأ بهذه العملية وهي إعطاء قيمة 3 للX. يتم حاليا إعطاء قيمة 3 للX، كما قلنا سابقا الـ PX في هذه الحالة المفروض نعطيها قيمة الأدرس للفاريبل التي يشير إليها حتى يصبح يشير إليه، فكما نلاحظ هنا الـ PX أصبح يشير إلى الX. ثاني أمر وهو القيام بهذه العملية، كما قلنا في هذه الحالة نجمة PX تعبر عن قيمة الـ X التي هي 3، حيث أن هذا البوينتر يقوم بتعويض هذه الكتابة بقيمة الـ X باستخدام النجمة واسم البوينتر. فحاليا الـ Y ليس لديها قيمة، بعد ذلك تصبح قيمتها 4. نأتي لطباعة النتيجة الـ Y، يتم طباعة 4 هنا. نأتي حاليا لطباعة أولا الفاليو للX كما نلاحظ هنا 3، بعد ذلك نقوم بطباعة الأدرس الخاصة بالX التي استعملناها هنا، هنا الأدرس مطبوعة بالإكساديسيمول، بعد ذلك نطبع قيمة PX وليس الأدرس، نطبع قيمة PX، والمفروض PX حاليا القيمة الموجودة فيها هي الأدرس الخاصة بX كما نلاحظ هنا نفس القيمة، فPX كبوينتر يأخذ الأدرس الخاصة بالفاريابل X. نأتي حاليا فيما يخص البوينتر PX، كما قلنا البوينتر عبارة عن فاريابل فهو يأخذ مكان في stack وأيضا يأخذ أدرس، فنقوم بطباعة أدرس البوينتر. كما نلاحظ الأدرس للبوينتر مختلف عن الأدرس للX، بعد ذلك نقوم بطباعة القيمة التي يشير إليها هذا البوينتر وهي قيمة الفاريابل X. المفروض أن هذه الطباعة تكون نفسها مثل X كما نلاحظ هنا 3. بطبيعة الحال الأصفار الاختلاف هنا أنه احنا استعملنا صفرين بعد الفاصلة وهنا لم نحدد عدد الأصفار بعد الفاصلة. نأتي حاليا لشرح مثال آخر عن كيفية استعمال البوينترز. في هذه الحالة نقوم بتعريف pointer من نوع double في x. في هذه الحالة يتم تغيير، نقوم بتغيير قيمة الفاريابل باستخدام النجمة واسم الpointer
إلى 1، لكن هذا المثال سينتج خطأ. الخطأ وهو بسبب أن القيمة 1 يتم تغييرها لـ variable x، في حين أنه حتى إذا قمنا بتعريف الـ variable x هنا x مثلا يساوي 5 وأردنا تغيير قيمته باستخدام pointers، هنا لم نعطي للpointer الأدرس الخاصة بالـ variable x، ففي هذه الحالة سينتج مشكل في تنفيذ هذا البرنامج. لتفادي هذا المشكل عندما لا نعرف الـ variable ونعرف pointer لا يكون يشير إلى أي شيء ونريد استخدامه، فهناك حلين: إما باستخدام null pointer testing أو باستخدام dynamic memory allocation. استخدام null pointer يكون كالتالي: يتم تعريف طبل مثلا x يساوي 5.3، عند تعريف البوينتر مثلا في x الذي يشير إلى الفاريابل x نعطيه القيمة null، بمعنى أن الأدرس التي تكون في مخزنة في هذا البوينتر تكون معدومة أو لا يوجد أدرس يشير إليها هذا البوينتر. طبيعة الحال بعد طباعة قيمة البوينتر، القيمة الموجودة في البوينتر، فإما يتم طباعة النول value أو الصفر في حالة أخرى. فقبل استعمال البوينتر يجب التأكد هل هو يحوي على أدرس أو null value. فإذا كان البوينتر لا يحوي على أدرس فهو فارغ ولا يمكننا استعماله. في هذه المرحلة نقوم بإعطاء البوينتر الأدرس الخاصة بالvariable التي يشير إليها والتي هي x. بعد ذلك نقوم بعمل تيست مرة ثانية. في هذه الحالة سيمر لأن القيمة الموجودة في px ليست null وإنما هي الأدرس الخاصة بالvariable x، لذا يتم تغيير قيمة الvariable x من 5.3 إلى 1. ننتقل حاليا لموضوع الديناميك ميموري الوكيشن، والتي تعنى بحجز اماكن المتغيرات في الذاكره او الميموري اثناء عمل البرنامج في منطقه الهيب باستخدام البوينترز. اذا اخذنا المصفوفات او الاريز كمثال، هذا يتيح لنا تغيير اضافه او حذف عناصر المتغير دون اعاده تعريفه ديكلاريشن من جديد بحجم مختلف واعاده تشغيل البرنامج، حيث كنا نعرف في السابق الأري بحجم ثابت مثلاً يأخذ 5 انتجرز، 10 انتجرز، 100 انتجرز، حيث أنه أثناء تنفيذ البرنامج هذا الحجم لا يتغير ويحجز في منطقة أستاك. يمكن تنفيذ العمليات الخاصة بالديناميك ميموري ألوكيشن بالاستعانة بأربع فانكشنز والتي يمكن استدعائها من خلال الاستدليب هيدر فايل. نبدأ بشرح الفانكشن الأولى والتي هي M Alloc، والتي تعنى بالallocation أو حجز مكان في الذاكرة. كيفية استعمال هذه الفانكشن يكون بهذه الطريقة: أولا تعريف البوينتر الذي يساوي هذه القيمة. نبدأ بتجزئة السنتكس الخاص باستعمال هذه الفانكشن. أولا هذا يعرف بالcasting type وهو خاص، يتم استعماله خاص بنوع الفاريابل أو التايب الخاص بالفاريابل التي يشير إليها البوينتر والتي هي في هذه الحالة انتجر. بعد ذلك يتم استعمال الفانكشن malloc، بين قوسين يتم إعطاء حجم الذاكرة التي نريد حجزها لهذا البوينتر حتى يشير إليها. بطبيعة الحال يتم حجز هذه المنطقة من الذاكرة وتكون فارغ. في هذه الحالة إذا افترضنا أننا نريد حجز منطقة حجمها 20 بايت تأخذ 5 انتجرز، فنقوم أولا بتعريف حجم كل بلوك أو كل سيجمنت من هذه المنطقة ويتم ضربه في 5. في هذه الحالة كما قلنا سابقا أن الانتجر حجمه 4 بايت، فباختلاف الكمبايلرز والأوبريتنج سيستم فلا يمكننا كل مرة تغيير الحجم على حسب
الكومبايلر أو الأوبريتين سيستم. فنستخدم الفانكشن التي هي size of التي هي ترجع حجم الانتجر أو حجم الفاريابل التي نريد استخدامها في ذلك النظام أو الانفايرمنت. هنا لما نضرب في 5 معناتها أن 4 بايت في 5 والتي تساوي 20. في هذه الحالة البوينتر سيشير إلى منطقة حجمها 20 بايت من الذاكرة في الهيب، وتكون مخصصة لتخزين 5 عناصر من نوع انتجر كاري. نأتي للفانكشن الثانية والتي اسمها calloc أو calocate، وهي تقريبا لها نفس خصائص وعمل الفانكشن الأولى اللي هي malloc. فيتم تعريفها كالتالي: اسم البوينتر، casting type في هذه الحالة integers، بعدها استعمال اسم الفانكشن calloc بين قوسين 5 فاصلة. 5 معناتها أننا نريد حجز 5 مناطق متساوية ذات حجم مساوي للانتجر الذي هو 4 بايت. ففي هذه الحالة يتم حجز هذه المنطقة التي هي 20 بايت، ممكن أن تأخذ 5 انتجرز والبوينترز يشير إلى هذه المنطقة. نأتي حاليا للفانكشن الثالثة التي اسمها reallocate. كما قلنا سابقا reallocate تعنى بعملية resize أو إعادة تحجيم المنطقة التي تم حجزها من قبل باستخدام إما malloc أو استخدام الفانكشن calloc. فاستخدام reallocate يكون كالتالي: اسم البوينتر مثلا، الكاستينج تايب انتجر، تم حجز منطقة استخدام الملوك فيها تأخذ 5 انتجرز ذات حجم 4 بايت. فحجم المنطقة ابتدائيا هو 20 بايت، فنحن نريد مثلا عندنا 5 انتجرز، نريد إضافة 5 انتجرز أخرى في هذه المنطقة. فيمكننا عمل ذلك أثناء تنفيذ البرنامج دون الاضطرار لإعادة تنفيذه باستخدام ريالوك واستخدام اسم البوينتر. في المرحلة الأولى عرفنا 5 بلوكس ذات حجم انتجر، لكن هذه المرة نريد توسيعتها إلى الضعف، فنستخدم رقم 10 حيث يتم حجز هذه المساحة التي تأخذ 10 في حجم الانتجر التي هو 4 بايت. ففي الأخير ينتج لنا تحجيم جديد لهذا البوينتر في الذاكرة ويصبح حجمه 40 بايت، حيث أنه تم تغيير حجم المساحة التي يشير إليها هذا البوينتر من 20 بايت إلى 40 بايت، وتم إضافة 5 عناصر أخرى يمكن أن يحويها هذه المساحة. ففي هذه المرحلة البوينتر يمكن أن يشير إلى مصفوفة أو array فيها 5 عناصر integers، لكن في هذه المرحلة بإضافة لأول 5 عناصر يمكن إضافة 5 عناصر أخرى لهذا البوينتر لكي يشير إليها. نأتي حاليا لشرح مثال عن كيفية استخدام functions المذكورة سابقا للقيام بعمليات dynamic memory allocation لمتغيرات مثل integers والcharacters. في هذا المثال كما قلنا سابقا يجب استدعاء الهيدر فايل stdlib. فعندنا هنا المين فانكشن التي تمتد إلى غاية هنا. فهنا لدينا نوعان من البوينترز، الأول إلى variables من نوع character والثاني يشير إلى variable من نوع integer. هنا تم كتابة 2 pointers مع بعض في نفس السطر. البوينتر هذا يشير إلى variable من نوع character اسمها str أو string 0، وهنا أيضا هذا البوينتر يشير إلى هذه الفاريابل التي اسمها str، في حين أن هذا البوينتر يشير إلى الفاريابل x. أول مثال يكون على single block allocation باستخدام malloc. كما لاحظنا سابقا أن malloc تأخذ السنتكس التالي: اسم البوينتر، الكاستينج تايب، malloc، بعدها size of مثلا الفاريابل تايب integer. في المثال السابق كنا نضرب في 5 وذلك لحجز 5 أماكن لخمس انتجرز من نفس الحجم، لكن في هذه المرحلة
سنحجز فقط لانتيجر واحد أو ما يسمى في single block allocation. يتم ذلك كالتالي: اسم البوينتر في x الذي عرفناه هنا, casting type integer malloc, بعد ذلك size of integer الذي يأخذ 4 بايت والتي يتم حجزها في الهيب. بعد ذلك نعطي إلى البوينتر قيمة 5. بطبيعة الحال ال x هنا يعتبر variable معرف في الهيب وليس في الستاك, ويشير إليه هذا البوينتر. يمكن استخدام multiple block allocation باستخدام أيضا malloc الفانكشن الثانية كما رأينا هنا, لكن هنا في هذه الحالة نضرب في 12 وذلك لحجز 12 مكان في الذاكرة في الهيب من نوع character. في هذه الحالة الكاركتر يمكن أن يأخذ 1 بايت فقط. أيضا في حالة البوينتر الثاني يمكن تعريفه أيضا باستخدام الفانكشن calloc التي تأخذ كما قلنا سابقا اسم البوينتر, casting type في هذه الحالة يكون character, calloc, بعد ذلك عدد التكرارات حجز الحجم الكلي لهذا البوينتر, بعد ذلك element size والتي نحددها باستخدام size of مثلا في هذه الحالة character التي تأخذ 1 بايت. في هذه الحالة لتعريف البوينتر الذي يشير إلى string نقوم باستخدام casting type character بعد ذلك calloc, فهذا البوينتر سيشير إلى 12 بلوك ذات حجم character والتي ممكن في كل بلوك أن نخزن character واحد. مثلا نريد تخزين في كل البلوك أو في هذا البوينتر نريد تخزين اسم, مثلا في هذه الحالة باستخدام هذه الفانكشن المعرفة من خلال الهيدر فايل string نقوم بعمل copy لهذه الجملة إلى هذا البوينتر والتي يتم تخزينها في المساحة التي يشغلها التي يشير إليها هذا البوينتر, بعد ذلك نقوم بطباعتها. في حالة الميموري allocation باستخدام الفانكشن dialog مثلا بعد تخزين هذه الجملة في البوينتر نريد إضافة حروف أخرى أو كلمات أخرى لهذه الجملة, فيمكننا توسعة حجم الذاكرة لهذا البوينتر باستخدام dialog بهذه الطريقة الكاستينج تايب اسم الفانكشن اسم البوينتر بعد ذلك الحجم الجديد الذي يأخذه البوينتر. في أول مرحلة كان يأخذ 12 مضروبة في حجم الكاركتر بمعنى 12 بلوك بحجم كاركتر, في هذه الحالة سيأخذ 20 بلوك بحجم كاركتر, ويمكن إضافة هذه الكلمة لهذا البوينتر لتجميعها مع هذه الجملة باستخدام الفانكشن التي تعنى بالconcatenation من library string, بعد ذلك نقوم بطباعتها. كآخر نقطة function التي كانت في الجدول السابق لم نتحدث عنها والتي تعنى بحذف هذا البوينتر من الذاكرة, كما قلنا سابقا أنه استخدام الهيب المانجمنت فيه يكون للمبرمج, فالمبرمج مسؤول عن الكرييشن أو حجز مكان في الذاكرة كما أنه هو المسؤول عن تفريغ هذا المكان وحذف العناصر التي أضافها في الذاكرة بعد الانتهاء من استخدامها باستخدام الفانكشن free بعد ذلك اسم البوينتر التي تحذف المكان التي تم حجزه من خلال هذا البوينتر. نأتي حاليا لتنفيذ هذا المثال. عند التنفيذ كما قلنا سابقا يجب استخدام الهيدر فايل stdlib لتمكن من استخدام الفانكشنز التي تعنى بالدايناميك ميموري allocation. يتم أول المتغيرات التي تستعمل في هذا البرنامج في الستاك, أول بوينتر وهو الذي يشير إلى الـ str 0, ثاني بوينتر يشير إلى str, ثالث بوينتر يشير إلى x. بطبيعة الحال لم نعرف str 0 لم نعرف str لم نعرف x لأن نريد تعريفها في الهيب, لأنه إذا تم تعريفها من قبل سيتم تعريفها في الستاك. نأتي حاليا لأول مرحلة وحجز مكان للPX في الهيب والذي يكون حجمه يأخذ
واحد انتجر. فهنا تم حجز مكان في الهيب حجمه 4 بايت بحجم الانتجر. بطبيعة الحال الهيب يتعامل معه كأنه array of size 1 فقط، يعني فيها element واحد فقط. حاليا نقوم بتغيير قيمة الـ variable التي يشير إليها px في الهيب إلى 5، فهي حاليا تأخذ قيمة 5. بعد ذلك نقوم بإنشاء multiple block الذي يأخذ characters 12 character. هنا تم حجز وإنشاء مكان لـ 12 character التي يشير إليها هذا البوينت. بعد ذلك أيضا نقوم بحجز 12 مكان للبوينتر التي يشير إليها البوينتر في str والتي سنخزن فيها هذه الكتاب. تم حجزها هنا. بعد ذلك نقوم بنسخ هذه الكتابة ووضعها في هذه المصفوفة أو الأري التي يشير إليها البوينتر في str. تم وضعها هنا. بعد ذلك نقوم بطباعة هذه الكتابة والتي تخرج على شكل string. كما نلاحظ هنا حجزنا 12 مكان من قبل، وعندما نريد إضافة هذه 3 حروف لا يمكننا ذلك، لذا يجب علينا عمل تحجيم جديد مكان الذي يشغله هذا البوينتر باستخدام reallocate. فهنا ستتغير حجم المكان الذي يشغله هذا البوينتر من 12 إلى 20 بلوك بحجم الكاركتر، حيث أن يمكننا تخزين في كل بلوك كاركتر. كما نلاحظ هنا تم حجز 20 بلوك. بعد ذلك نقوم بإضافة هذه الحروف 3 إلى الكلمة الموجودة هنا، تم إضافتها. بعد ذلك نقوم بطباعتها هنا. كما قلنا سابقا المبرمج هو المسؤول عن إدارة الذاكرة في هذه الحالة الموجودة في الهيب، فمن هنا لما نستخدم هذا البوينتر والمكان المخصص له فيمكننا حذفه حاليا باستخدام الفري. حاليا تم حذفه، حيث أن المكان الذي كان محجوز يمكنه برنامج آخر أو فانكشن أخرى حجزه بكل سهولة. نأتي حاليا لشرح مثال عن كيفية استخدام الفانكشنز الخاصة بالديناميك ميموري الوكيشن لحجز arrays. أولا نبدأ بال pointing to an element from a standard array. هذا تعريف لأري عادية تأخذ 5 elements. وضعنا فيها ال elements التالية من نوع integer 1, 2, 3. نعرف pointer p الذي سيشير على array elements وهو element واحد فقط من الarray. في هذه الحالة نعطيه الادرس الخاصة بالelement الذي الindex الخاص به هو 2 الذي هو 3. طبيعة الحال لما نقوم بإعطاء الادرس للpointer نستخدم symbol n. بعد ذلك نقوم بتغيير قيمة هذا الvariable من خلال استخدام الادرس الخاصة به مع البوينتر إلى القيمة رقم 5. بعد ذلك ممكن أن نقوم بإنشاء array جديد في الهيب. في هذه الحالة نقوم بإنشاء array من نوع integer التي تسمى p array، وحجمها يأخذ 3 عناصر أو 3 blocks، كل بلوك حجمه من حجم الانتجر الذي هو 4 بايت. كما رأينا سابقا من الممارسات الجيدة أنه يجب تفقد هل هذا البوينتر فارغ أو مملوء، يعني فيه أدرس يشير إليها أو لا. في بعض الأحيان لا يكون هناك حجم كافي في الذاكرة لإنشاء الفاريابلز، فيجب التأكد أن الفاريابل التي نقوم بإنشائها تم إنشاؤها بالفعل باستخدام هذا البلوك للتأكد أن هذا البوينتر الفاريابل قيمته ليست نول أو ليس نول بوينتر. بعد ذلك نأتي لملء عناصر هذا الجدول.
يتم ملؤها باستخدام البوينترز كما يتم ملؤها بالاستخدام العادي، اسم الاراي والاندكس الذي نريد وضع العنصر فيه. مثلا في هذه الحالة نريد وضع 1 في الاندكس رقم 0. يتم تمثيلها باستخدام البوينترز كالتالي: استخدام علامة النجمة بين قوسين اسم البوينتر الذي هو في هذه الحالة في array زائد رقم الindex. أيضا كيفية الطباعة هذا الجدول أو الarray، الطباعة تكون بالفور لوب العادية التي تبدأ من الindex 0 إلى حجم هذا الجدول. باستخدام البوينترز أيضا يمكن طباعتها بالصيغة التالية: نجمة بين قوسين اسم البوينتر زائد i التي تتغير على حسب تغير الاندكس في الفور لوب، كما يمكن طباعتها في هذه الصيغة والتي هي الصيغة العادية. أيضا يمكننا تعريف array ذات dimension مختلف، في هذه الحالة two dimensional dynamic array، باستخدام pointer، حيث أننا في هذه الحالة نعطي الدايمنشن للبوينتر بهذه الطريقة. هنا في هذه الحالة هذا البوينتر يحوي 2 pointers، في حين أن كل pointer منهما له index، وفي كل pointer أقوم بحجز مكان في الذاكرة للأري التي يستخدمها. في هذه الحالة 2 dimension dynamic array أو matrix ذات بعد 2 في 2، فأول pointer يشير إلى array ذات بعد 2 عدد عناصرها 2، والثاني يشير إلى array عدد عناصرها 2 من نوع integer. نأتي حاليا لتنفيذ هذا البرنامج. أولا كما قلنا عند بداية كل برنامج يتم حجز أماكن variables في stack. في هذه الحالة لدينا array لديها 5 عناصر تم حجزها في الذاكرة، لدينا pointer ولدينا the array و two dimensional array. نبدأ بأول سطر، يتم وضع قيم 1 2 3 في هذه المصفوفة لديها 5 عناصر، في حين أن العناصر الباقية تكون أصفار. بعد ذلك يتم إنشاء pointer الذي يشير إلى الأدرس الخاصة بالvariable ذو الindex 2 في الarray، كما نلاحظ يشير إلى index 2. بعد ذلك نقوم بتغيير قيمة هذا الvariable الموجودة في الarray باستخدام pointer بهذه الطريقة. بعد ذلك نقوم بإنشاء array جديد في 3 blocks بحجم كل block بحجم integer، تم إنشاؤها هنا. بعد ذلك نقوم بالتأكد أنه تم إنشاؤها بعمل تست إذا كانت هذه الأراي قيمة التي في الأراي موجودة أدرس أو نول. تم تخطي هذه المرحلة دون طباعة هذا الإيرور، بمعنى أنه تم إنشاؤها. بعد ذلك نقوم بملء عناصر هذه الأراي باستخدام البوينترز. يتم العنصر الأول، الثاني، الثالث كما نلاحظ هنا. بعد ذلك نقوم بطباعة العناصر الموجودة في هذه الأراي باستخدام فور لوب واستخدام البوينترز. تم طباعة أول عنصر، ثاني عنصر، وثالث عنصر من الأراي. بعد ذلك نأتي لتعريف two dimensional dynamic array. كما قلنا سابقا تحوي هذا البوينتر أو هذه الفاريابل تحوي على two pointers، كل منهما يشير إلى array جديدة بحجم تأخذ 2 عناصر. في هذه الحالة تم إنشاء two dimensional array باستخدام البوينترز. آخر مرحلة وهي تفريغ الذاكرة عند عدم استخدام أحد العناصر أو الفاريابلز كما نلاحظ في هذا المثال. نأتي حاليا لتلخيص ما تم تعلمه من خلال هذا العرض.
أولا الفرق بين ستاك والهيب، ثانيا كيفية استخلاص أو معرفة الأدرس الخاصة بالفاريبل من الميموري، ثالثا إنشاء بوينتر، وكيفية طباعته من خلال طباعة الكونتنت الذي يشير إليه والأدرس الخاصة به أو الخاصة بالفاريبل التي يشير إليه. مفهوم النال بوينتر أين نستخدمه وكيف نستخدمه. Dynamic Memory Allocation بالنسبة للبوينترز، إنشاء وملء وطباعة arrays باستخدام الفانكشنز المعرفة في Dynamic Memory Allocation. كتطبيقات أخرى كنا شاهدنا في الدرس الماضي تطبيقات للبوينترز من خلال passing arguments by reference و passing arguments by value والفرق بينهما، أيضا استخدام البوينترز لتغيير قيمة variable من function أخرى، accessing array elements كما لاحظنا في المثال السابق. يوجد استعمالات أخرى للpointers من خلال عمل implementation data structures ك linked list, list chaining, tree, desarc، والتي سيتم التطرق إليها في العروض القادمة بإذن الله. نأتي حاليا لشرح كيفية تقديم الأعمال التطبيقية ومضمون الأعمال التطبيقية. ملفات الأعمال التطبيقية، تعليمات الأعمال التطبيقية، فيديو شرح هذه الأعمال التطبيقية تجدونه على الرابط التالي، حيث أنه يكون متواجد في آخر ملف الأعمال التطبيقية. رابط رفع الأعمال التطبيقية يكون هو هذا الرابط، وتجدونه في نفس ملف الأعمال التطبيقية. أولا عند الولوج إلى الرابط تجدون ملفين، ملف أول فيه ملفات الدرس السابق، والملف الثاني يحوي على ملفات الدرس الحالي الخاص بالبوينترز. عند الولوج لهذا الملف نجد 4 ملفات، بالإضافة ستجدون بعد ذلك ملف تسجيل الفيديو لهذا الشرح. الملف فيه ملف تنفيذي لحلول التمارين التطبيقية وليس السورس كود، تعليمات الأعمال التطبيقية وتمارين الأعمال التطبيقية، ورابط رفع الأعمال التطبيقية موجودين في هذا الملف. كما يوجد ملف source code template أو ما يعرف بالقالب، الذي سيبرمج فيه الطالب تمارين حلول تمارين الأعمال التطبيقية في هذا الملف وليس في ملف خارجي من عنده. نأتي لشرح الأعمال التطبيقية. كبداية يوجد ملاحظتين: استعمال لغة C في البرمجة، ثانيا يجب استعمال الفانكشنز والباسينج باي ريفرنس وليس الباسينج باي فاليو في حلول التمارين. assignment 1 او التمرين الاول، write a function that calculates the average of array integers using pointers. array should be created using malloc function. كما راينا في السابق يجب استعمال function malloc لانشاء array of integers. بعد ذلك يتم حسابة الأفيرج أو معدل العناصر المدخلة في هذه الأري. الأري elements should be entered by the user and fed to the array using pointers in another function. يعني يجب استعمال function أخرى أو ما تعرف بالfunction المساعدة لإدخال عناصر هذه المصفوفة. بعد ذلك deallocate the array from memory after displaying the average value. يعني بعد طباعة المعدل يجب تحرير المكان المحجوز لهذه الأري من الذاكرة. assignment 2 write a function that creates an array اسمها array 1 of characters using calloc. في التمرين الأول استخدمنا malloc، في التمرين هذا نستخدم calloc. هنا عندنا integers لكن هنا characters، يعني array of characters. then read the user's username into array 1. نقوم بقراءة اسم المستخدم ونكتبه في ونخزنه في array 1. using another function resize array 1 and ask the user to add an email domain such as @google.com for example. يعني نقوم بإنشاء function مساعدة أخرى تقوم بتغيير حجم array 1
بطبيعة الحال باستخدام Dynamic Memory Allocation Functions التي رأيناها من قبل، ونطلب من المستخدم إدخال إيميل دومين كمثال at google.com أو at yahoo.fr أو .com أو أي عنوان للإيميل، حيث يتم بعد ذلك طباعة اسم المستخدم at google.com كمثال. بعد ذلك يتم عمل deallocation للميموري التي قمنا بحجزها. بالنسبة للassignment 3 التمرين الثالث، write a function that performs single point crossover on two arrays of the same size created using malloc. يعني نقوم بإنشاء function التي تقوم بعملية الcrossover في نقطة واحدة خاصة ب two arrays. الarrays نقوم بإنشائهم باستخدام function malloc. The user selects the crossover point. يعني المستخدم هو الذي يحدد نقطة عمل الكروسوفر أو عمل القلب لعناصر هذه الفانكشنز. بعد ذلك نقوم بعملية عمل deallocation للarrays بعد طبعهما بطبيعة الحال بعد عملية الكروسوفر. كمثال لدينا array 1 array 2 فيهما هذه العناصر. المستخدم يقوم بتحديد الكروسوفر points. مثلا في هذه الحالة الكروسوفر points تكون رقم مثلا 3 أو عن طريق الإندكس 3، فمن هنا تبدأ عملية الكروسوفر. كروسوفر ما معناها؟ أنه نقلب عناصر الري 2 التي تكون بعد نقطة الكروسوفر من بداية نقطة الكروسوفر مثلا 3 ونضعها في الري 1. نفس الأمر بالنسبة للري 1، نأخذ عناصره بعد نقطة الكروسوفر ونقلبها في الري 2، فالإخراج يكون بهذه الطريقة. آخر ملف يحوي على رابط ملف العمل أو التمبليت التي سنستخدمها في البرمجة، كما يحوي على رابط التالي لرفع الأعمال التطبيقية. نأتي حالياً لشرح مثال تطبيقي عن حلول هذه الأعمال التطبيقية حتى يتسنى للطالب الفهم أكثر كيفية إنجاز هذه التمارين أو ما هو المطلوب من هذه التمارين. سوف نقوم بشرح ملف التمبليت أو القالب الذي يستخدمه الطالب لكتابة حلول الأعمال التطبيقية فيه، لكن حالياً سنقوم فقط بعمل شرح لتنفيذ هذا البرنامج أو تنفيذ حلول الأعمال التطبيقية. أولاً نحدد أي تمرين نريد تنفيذه، مثلاً تنفيذ التمرين الأول Assignment 1. Assignment 1 يقوم بإنشاء كما قلنا Array للانتجرز، بعد ذلك يقوم بحساب الـ average للـ elements الخاصة بالـ array واتباعتها. مثلا نقوم بإعطاء عناصر من نوع integer. يقوم هذا البرنامج بحساب الـ average واتباعته أو المعدل باستخدام الـ pointers. ثاني تمرين، يأخذ هذا التمرين اسم المستخدم. بطبيعة الحال الستركتشر الخاصة باسم المستخدم تكون array من نوع characters محجوزة في الهيب باستخدام functions الخاصة بالdynamic memory allocation. بعد ذلك يأخذ الادرس كمثال at google.com وفي الأخير يقوم بطباعتها. ثالث تمرين الذي يقوم بعملية الكروسوفر، أولا نقوم باختيار نقطة الكروسوفر مثلا في الاندكس 3، نقوم بإعطاء مثلاً مثال للأري integers حتى نلاحظ كما نلاحظ هنا array 1 قبل before crossover كلها أرقام 1، هنا كلها أرقام 2. بعد ذلك في الindex رقم 4 رقم 3 0 1 2 3 تم قلب العناصر آخر عنصرين في هذا المثال. كما قلنا سابقا يجب استخدام قالب موحد لإنجاز الأعمال التطبيقية. القالب متوفر على رابط الملفات ويمكن تحميله. بالنسبة لهذا البارت فلا يجب تغييره. أسماء الأسايمنتس أو الفانكشنز المسؤولة عن الأسايمنت أسايمنت 1 2 3 فلا يجب تغييره. هذه فانكشنز مساعدة للمنيو فلا يجب تغييره. نبدأ بأول بلوك Student Information Block، فيبدأ من هنا على الطالب كتابة اسمه
ولقبه هنا أيضا الجروب. البلوك الثاني، student functions block، فهنا يقوم الطالب بتعريف الفانكشنز المساعدة التي يستخدمها في كل assignment. هنا assignment 1 كمثال، في هذا المثال فقط يقوم بعملية جمع لرقمين، هنا فقط للتوضيح كيفية كتابة الكود. الassignment 1 block يبدأ من هنا وينتهي هنا. طبيعة الحال الطالب يقوم بكتابة، إذا أراد إضافة functions جديدة مساعدة يقوم بكتابتها هنا في هذا البلوك، من هنا إلى هنا، ويتم تعريف الفانكشنز الجديدة هنا. اسم assignment 1 لا يتم تغييره كما قلنا قبل، من قبل اسم الفانكشنز المساعدة يقوم بإضافته الطالب، لكن في حالة assignment 2 لا يتم تغيير أسماء الفانكشنز المساعدة، وإن اضطر الطالب لإضافة فانكشنز جديدة يقوم بإضافتها هنا. مثلا في الassignment 2 قلنا أنه يتم استعمال functions لقراءة اليوزرنيم وfunction قراءة الأدرس وإضافتها إلى اليوزرنيم بعد عمل resizing. assignment 3 أيضا لا يتم تغيير اسمه، فيه functions خاصة بالarray crossover التي تقوم بعملية الcrossover، وfunction أخرى تقوم بعملية طباعة للarrays بهذه الطريقة. بطبيعة الحال الpassing للvariables الخاصة بالfunction تكون by reverse، يعني باستخدام pointers وليس باستخدام values. هذا البلوك الخاص ب assignment 3 يبدأ من هنا start وينتهي هنا. كل العناصر الخاصة بال assignment 3 تكتب هنا من functions و variables. بالنسبة لهذا السكشن فلا يتم تغييرها لأنه هي مسؤولة عن طباعة هذا المنيو وعمل البرنامج كما لاحظنا من قبل. بعد شرح تمارين الأعمال التطبيقية وكيفية تنفيذها وكيفية تقديمها، في حالة وجود أي مشاكل أو اقتراحات يرجى إرسالها على الرابط التالي كما تم شرحها في المثال أو في الدرس السابق. نأتي لنهاية هذا العرض، وسبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.